استغفر الله، شو صايلك بنتي؟ ماما انا شفت انه في عربة في الحلم، في عربة وبعدين نزلت فيها، يعني طلعت فيها، ده حلو كتير. بس ماما وبعدين رحت على بيت الكحك، اكيد حلو، ولكني قلت الساحر واكلتني، والحمد لله اني فقت ونقيت. يا بنتي هذا كابوس، هذا ما كابوس فقط، هذا ما حقيقي. يلا عودي النوم. بس ماما اذا رجعت حلم في ايديك الساحرة ما رح ننجو مرة تانية. لا حبيبتي، انا هقعد معاكي هون يوم كامل، ليلة كاملة. عن قد ماما، شكرا كتير، انا حبك كتير، وانا كمان حبيبتي. انا جيت، انا محطمة الاحلام، ما راح اخليكم مرة تانية. اجت معك امك، بس انتي ما فكرتي ان امك هتروح على النوم وهتحلم وبدت في كل العالم؟ ليش مطبخي كله مكركب هيك؟ ليش مطبخي معفن؟ انا هجيب انظفه. ليش حاجة مش بدها تتنظف؟ يلا نظفي. ليش؟ يا ماما انا متاكده انه مش نسيت في الامتحان، متاكده والله متاكده. انت شوفي الورقه، انت رسبتي في الامتحان، انت مش تدرسي كليا، انت يوم كامل انت بتشاهدي في التلفاز. بس ماما انت شفتيني كل يوم عم ادرس. انت انا مش شايفتك تاكلي وتنامي وتشاهدي التلفاز، انت مش تلميذه. انا هورجيكي. بس ماما متاكده انه جاوبتي على كل اسئله صحيحه. لما استغربتي انه اسئلتك اجاباتك صحيحة. انت عم تغلطي بالعادة، شفتي؟ انت رسبتي في الامتحان، ما في كلام. هورجيكي، تعالي هون، تعالي. لا ماما بتركتك، سامحيني. تعالي. منو في شكاتي؟ جنتي كانت منفوخة كتير، وأنا متأكدة من ذلك. اللي حصلها منافس كرتي، ده لعبة الحلوة، الله يلعن اللي فشها. بكفي حكي، ما فيش فوطة على الشركة، انت جيت متأخر، يلا انت مدرود. بس انا ما تأخرت، انا كنت على الساعة نفسها. انت شكلك ما صحيت كتير، بتعرف كم الساعة هلأ؟ الساعة هلا 8 بالضبط، وانا دايما اوصل 8. احنا هلا عم نفتح على الساعة 7، وانت مترود هلا. مع السلامة. بترجاك يا حراس خذوه. حتى العجوزة ما رح تتركك. ايش هو الحل يا دكتورة؟ وايش هو الدواء؟ انا هكسر لك عظامك. ايش؟ لا لا، شكرا كتير بخير. لا، شكرا بجد شكرا. تعالي لهون. لا يلا يا بنتي قومي، انت تأخرتي كتير على المدرسة. ماما انا مش بدي اروح على المدرسة. انا عمري، انا لا، قال لي الطبيب انه ما تحلمي، عمري ما تحلمي بالكابوس. الاطباء بيكذبوا، كان صحيح ولا ما حلمت مره بالكابوس، بس هاي المره ما توقعت احلم بالكابوس كثير. اوكي ماما بليز، ما راح اروح على المدرسه. بكفي، احنا راح نحل هاي المشكله. شو صار بنتي؟ ماما انا رسبت بالامتحان اليوم. ايش رسبتي؟ ماما أسفة كتير، هاتي الكابوس تحقق. معقول هيك؟ ولدي أنا آسف كتير، ما رح أعمل، أنا طردوني من العمل. يا عظامي، صعدوني.
تفضلي يا عجوزة. سبحان الله، الكابوس اللي حلمته تحقق. حتى أنا اللي حلمته تحقق إنه طردت من العمل، وأنا رسبت من الامتحان. يعني هذا شي واحد عملنا هيك أو شي صار؟ إحنا لازم نكتشف الأمر، ولازم أرجع على أذاني مجددا. هاي الليلة لازم نتفق إنه ما رح ننام. بابا إحنا ما رح ننام، بس أنا كتير كتير نحسان يا ولدي. لازم أنا حنلعب الكرة، بس الكرة انفشت وصباح وقتها منفوشة، وحتى أنا مطبخي كان معفن مع إنه حلمت معفن. أوكي متفقين، وهنشوف إيه اللي يحصل. وإذا كان حاجة أو شعرنا بحاجة لازم ننتبهها إنه إحنا نمنا وحي حاجة. متفقة يا جدة هتعملي نفس الشي؟ أنا هشرب الشاي لليلكم، ما رحنا بوعدك إن شاء الله كلكم. نوعدك. يلا ماما، يلا ماما. أنا كثير نحصان وخايفة كمان يا بنتي. أنا معك طيب. هتشوف شاي كم الساعة؟ الساعة هلا 9 تبع الليل، يعني هذا هو الوقت اللي ننام فيه. أوه يا بنتي خلص سكتي. شو هاد الصوت؟ ماما لازم ننتبه انه نايمين. اوكي بس خليني احط هون كاميرا عشان نشوف منه. بس تأكدي يا بنتي انه ما تنامي كليا. اوكي انه هتحلمي بالكوابيس من جد. اوكي ماما، ما بدي احلم كوابيس. اوكي نايمين. هتنتشر الكوابيس. ماما في ايه؟ شو ظنيتك اني نمتي؟ لا ما نمت. خلينا نشوف منو اللي كان. ماما دي شبحة، تشبه شبحة. لا يا بنتي هاي انسان عادية، بس شكلها متطوعة انها محطمة الاحلام. ماما عن جد هاي القصة حقيقية؟ ما بعرف يا بنتي، بس شكلها عم تتحقق. خلينا نتبعها. يلا بابا انا كتير خايف. بابا انا كتير خايف. ما تخاف يا ولدي، ما تخاف، انا معك. بس قالت لنا اذا شعرنا بحاجة لازم ننام فورا، فتعال لازم نجهز انفسنا. بابا كم الساعة؟ الساعة هلا 9 تبع الليل، هذا هو وقت النوم. تعال نساعدهم. تعال. اوكي اذا قلتك نم بس ما تنام كليا. اوكي اوه هتعمل، هتحلم بالكوابيس مجددا. هذا البابا. صوت يا ولدي، اطلع بسرعة. كالعادة نايمين ما شاء الله تبارك الله، هتحلموا كلكم كوابيس. اصحى يا ولدي اصحى. بابا انا شفته. معقول انت شفته يا ولدي؟ نعم بابا، هي مريم وهي انسانة كمان، بس شكلها حتى زي العدسات وما اعرف تشبه الشبه. يا بابا خلينا ننتبهها. بابا معقول؟ خلينا يلا بسرعة. يا الله على ضامي، صار وقت النوم. بس قلت انه هاي المرة ما رح ننام، هنتبعها اذا شعرنا بحاجة رح نتبعها بحاجة. الحمد لله تذكرت حاجة لأول حاجة لعمري. احط هاي هون، راح اقعد هون. شو هاد الصوت؟ لازم اتبعها انه نايمة. شكل عجوزة مسكينة عم تمشي بالعصا، هتشوفي اكتر منها كوابيس. شكلها راحت، يمكن حدا ما تبعها، بس أنا لازم أتبعها فورا. أبرنا عليك. أنت هي اللي كنتي ما تخلينا ننام، كنا نحلم كوابيس حتى أنها كانت تتحقق، وكله بسببك إنه لعبتي راحت، وبسببك إنه ما عاد صحة لإلي. ليش عم تعملي هيك؟ ليش؟ أنا تكلمي الحقيقة ولا هتشوفي نفسك بالسجن. أنا هتكلم الحقيقة. ابدي. أنا في الحقيقة كنت سبي. وبعدين بابا كان يعذبني كتير والعقاب كتير، وبعدين ما كان يخليني أنا، وكان يخليني مع أبا. وبعدين أي ولما أنا بيجي بيدشني بالمي، بيغسل علي كل المي، بيقولي ليل كامل وأيام كلها ليل. ما عرفت كيف يحلموا الناس من يوم كنت صغيرة هيك. وبعدين لما كبرت شوي
قررت كان عندي سحر وعملت سحر لنفسي، وكان عندي بدأت أتطوح إنه أخلي الناس تحلم كوابيس وما تحلم أحلام حلوة زي ما كنت صغيرة، وبس هيك هاي هي الحقيقة بترجعكم صدقوني. شكلها عم تحكي الحقيقة، أنا صدقتك ما بترجعكم، ما تاخذوني على السجن، أنا عم أحكي الحقيقة بترجعكم. إحنا ما رح ناخذك يا بنتي، بس رجعينا أغراضنا. أوكي حتى أنا هرجع زي ما كنت. إيش ده يا ماما؟ ابتعدوا 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 يا إلهي، يا عجوزة روحي منهم. يا إلهي شو عم يحصل؟ يلا يلا جوا يلا. ماما شوفي شكلها كتير حلوة، انت تحولتي كليا، معقول؟ انت كتير حلوة لما تحولتي عن جد. انت بظن انه انت كنتي هيك شكلك لما كنتي صغيرة. هيك شكلي. برافو برافو، انا ما راح اتحول نهائيا اوعدكم. شوية قدها عظامك صاروا احسن؟ احسن بكتير، بدون هنا هرمي هاي. بدون هنا هنشرب الشاي في قدة. لا 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 انا ما صرت، او معلشان احضر لكم الشاي، احضر لنفسي. يلا انتي كمان يلا يلا.